الحصص أو النسب التي وزعتها اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة بين الوكالات المعتمدة لديها فيما يتعلق باستلام جوازات المترشحين لحج هذا العام ومن ثم تقديمها لدى اللجنة بنهاية الفترة المحددة. لقد تمكنت هذه الوكالات حتى اللحظة من الوفاء بتعهداتها، كما طالبت أيضا بنسب إضافية. 600 حاج وقدرنا وافقنا، والله وفقنا، قدرنا الناس 600 قدرنا كل اخترنا جوازاتهم ودفعنا قروشهم، وهسه حاليا ده دورنا حد الزياده تمينا منها 176 منها الديبوزي خلاص برسل لهم قروشهم وديبوزي الباسبورات، فالحمد لله زادوا لنا ثاني 5 يوم اخر جزء للبيع، ف يعني باقي لنا 24 ال 24 برضه خلاص يعني شبه خلاص ديبوزي الاوبي ان شاء الله نريتري الاوبي اليوم ونمشي لبرسيلو، وقدمنا ثاني 50 دايرين زياده ان شاء الله. وفي غضون ذلك فقد قامت اللجنة من تقديم أكثر من 2700 جواز لدى السفارة السعودية، ذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الإلكترونية عليها، غير أن اللجنة ونسبة للإجراءات الجديدة التي تطالب بها السعودية بأخذ بصمات الحجاج قبل إصدار التأشيرات لهم، فإن اللجنة قد قامت بتمديد هذه المدة حتى 20 يوليو. كل الحجاج لازم يبصموا قبل ما يأتوا الباسبور فيزا، هذا خبر هذا كان هنا ما عندنا، رفضنا كتبنا ولسه ما لقينا رد، لكن هو شغل اوبليغاتوار يعني ما لنا هنا تشاد وهيدا لكل البلدان اللي كان يودوا حجاج. هذا النظام كان مملكة العربية السعودية هو كان حتى كل الناس حتى اللي عندنا باسبورهم في مكاننا وحتى الجداد كل 4000 حجاج لازم يبصموا قبل ما الفيزا بتام يكون جاهز. ده سبب الخلا التأخير بيجي عشان بدون البسمين ما فيش فيزا. عموما أن العمليات المتعلقة بحج هذا العام تسير بصورة جيدة وبحسب الخطة التي وضعت لها.